السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. بيلاروسيا، ليتوانيا، بولندا، عبور الحدود. أصدقائي، أنا ما بنصحش أي واحد يسافر بيلاروسيا أو يعبر الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا أو ليتوانيا. الموضوع في منتهى الخطر أصدقائي. بولندا بتمنع أي واحد الدخول إلى أراضيها وعملت أسلاك شائكة. مؤخرا وفاة شاب سوري اسمه أحمد الحسن، توفي في الغابة لوحده متجمدة تماما، متجمد أصدقائي. أحمد الحسن الشاب السوري توفي على حدود بولندا متجمد تماما في الغابات، وتم دفن أحمد الحسن في بولندا وملويش حد يصلي عليه. أنا ما بنصحش أي واحد يسافر بيلاروسيا ويعدي الحدود أصدقائي، أنت بتعرض نفسك للخطر. مؤخرا كثر تدفق اللاجئين إلى بيلاروسيا وبولندا عبورا ببيلاروسيا، يعني كله بينزل بيلاروسيا ويعبر من بيلاروسيا إلى بولندا وبعدين يخش الاتحاد الأوروبي. محدش عاوز يقعد في بيلاروسيا، كله هدفه أنه يخش الاتحاد الأوروبي عن طريق بولندا ويخش ألمانيا، لأن بولندا مع حدود مع بيلاروسيا وألمانيا مع حدود مع بولندا، لازم في بعض. كله بياخد فيزا بيلاروسيا، وفيزا بيلاروسيا سهلة جدا أصدقائي. مؤخرا الدول العربية كلها، العراق، اليمن، بيلاروسيا فتحت السفارات لتساعد المهاجرين على الدخول إلى بيلاروسيا. ليه؟ لأن أصلا بيلاروسيا مع عداوة مع الاتحاد الأوروبي أصدقائي وبفرض عقوبات في السابق، فبيلاروسيا منحت التأشيرات لجميع الدول العربية الدخول إلى أراضيها. ولكن الناس على الآن على الحدود أصدقائي بين بيلاروسيا وليتوانيا وبين بيلاروسيا وبولندا، قسما بالله العظيم الناس بتموت على الحدود ومفيش أي مساعدات. المساعدات للاجئين على الحدود بتيجي من منظمات خاصة ليست منظمات حكومية داخل بولندا، يعني جمعيات خيرية بتساعد، جمعيات خيرية خاصة وليست حكومية. الحكومة البولندية عملت على أي واحد يعبر الحدود غير شرعي هيسجن لمدة سنة ويتم ترحيله إلى بلده. الموضوع في منتهى الأهمية. منصحش أي واحد أصدقائي يدخل بيلاروسيا ويعدي الحدود البولندية، الموضوع في منتهى الخطر. انت بتعرض نفسك للخطر، وبالذات الناس اللي معاها زوجته واولاده بتعرض نفسك للخطر. احمد الحسن مات على الحدود البولندية وتم دفنه ومش ليه حد يصلي عليه. الناس على الحدود مفيش اي خدمات، مفيش مية، مفيش طعام، زي ما بقولك مساعدات من جمعيات خاصة في بولندا، في بولندا وليست في بيلاروسيا. بيلاروسيا الناس على انا الحدود اصدقائي، حرفيا الناس بتموت على الحدود. انا منصحش اي واحد يهاجر بيلاروسيا ويعدي الحدود الى بولندا او يخش الاتحاد الاوروبي. انا دايما بقول لك اعمل ورق وسافر نظامي، سيبك من الهجره غير الشرعيه. انا عارف الناس هتقول لي اعملها، طب نعمل ايه، احنا بنبحث عن وطن ولقينا فيزا بيلاروسيا سهله جدا. ايوه اصدقائي، فيزا بيلاروسيا سهله جدا، لان بيلاروسيا اصلا ما عداوه من الاتحاد الاوروبي، ففتحت السفارات بتاعتها في الدول العربيه والناس كتير كانت بتسافر عن طريق جروبات سياحيه بتكلف 3-4 دولار والناس بتسافر وبتخش بيلاروسيا، وبعد ما يخشوا بيلاروسي بيعدوا الحدود الى بولندا، ومن بولندا الى المانيا، ويكمل بقى عاوز يخش فرنسا وهولندا وبلجيكا او الدنمارك. ولكن الموضوع في منتهى الصعوبه. ما انصحش اي واحد اصدقائي بالعبور بولندا. الحكومه البولنديه شددت الحدود جدا على اراضيها وعملت اسلاك شائكه وبتمنع اي واحد الدخول الى اراضيها، واي واحد بيتمسك دخل على الحدود البولنديه بيسجن لمده سنه ويتم ترحيله الى بلده. يعني انت صرفت مصاريف على الفاضي وتعبت نفسك، وفي الاول وفي الاخر مش هتعرف تخش بولندا، لان بيلاروسيا مع بولندا عندهم عداوه مع بعض. فانا بنصحك انك انت سيبك موضوع الهجره الشرعيه، اعمل ورق كويس وسافر. اللهم بلغت، اللهم فشت. اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمني في اللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.